السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم الآن في راكم تابعوا الصفحة الرسمية لولاية الجزائر. كما راكم تشاهدوا الآن سيتم تدشين هذا الجسر الذي يربط، وبإذن الله هذا راح يعني ينحي الاختناق على مداخل العاصمة. يعني تم تشييد وفق معايير عالمية، يعني ما شاء الله. راديال واد أوشايح ليزون ارن 38 بنغازي، دونك لا ليزون اللي راح تكون ما بين واد أوشايح وبنغازي، نقطة الربط. Thank you.